الموضوع المهم ايضا نعم، وهذا الشيء طبعا يحسب جهود السيد وزير الموارد المائيه وايضا هيئه التشغيل السيد المدير وكل كوادر وزاره الموارد المائيه. العام الخطة الصيفية 20,000 دونم زراعة محصول الشرب لحفظ الصنف طبعا على اعتبار انه شحت مياه، هذا الموسم 150,000 دونم مع ذنائب اللي ذنائب الانهر اللي خاصة في ميسان وذيقار مع طبعا المثنى مع النجف وكربلاء تصل وبابل طبعا في الكفل، تصل تقريبا الاراضي اللي زراعتها تقريبا بحدود 200,000 دونم، وهذا له آثار الاقتصادية على دخل المواطنين في القرى الأوسط.